أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم التسجيلات القادمة، ولا تنسوا أن تعملوا لايك. وقف التضامن مع كل المتألمين في منطقتنا مهما كانت ديانتهم. فلا أحد منا اختار دينه ولا اسمه ولا عائلته. في عدة أسابيع عباد نتنياهو أكثر من 14,000 طفل فلسطيني و10,000 امرأة فلسطينية بذنب واحد، أنهم غير يهود. فلو كانوا يهود لقامت الدنيا لحمايتهم. كل ذلك بمساندة النظم الغربية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتخاذل الدول العربية والإسلامية المخنثة، ومساندة قنوات تنويرية وتبشيرية أو تدعي التنوير والتبشير. أنا لست لا مع إسرائيل ولا مع حماس، لا مع حماس ولا مع إسرائيل. أنا ضد إقامة دولة دينها الإسلام أو دينها اليهودية. طالب بدولة مواطنة مع حقوق متساوية للجميع مهما كانت ديانتهم، كما هو الأمر في سويسرا التي ترجمت دستورها للعربية بناء على طلب الحكومة السويسرية. بعد وقفة التضامن هذه أعود إليكم لحلقة هذا اليوم، قراءة من كتاب المرحومة نهى محمود السالم، لماذا خلعت النقاب؟ هذا هو الجزء الخامس، لكن اسمحوا لي بداية أن أقدم طبعتي العربية للقرآن التي اعتبرها أفضل من طبعة السعودية والمصرية، ولكن الحكم الأخير هو لكم. فحملوا هذا الكتاب وقارنوا بينه وبين الطبعة التي بين أيديكم. هذا الكتاب يتضمن النص القرآني بالتسلسل التاريخي، الرسم السرياني والكوفي والإملائي والعثماني مع علامات التركيب الحديثة، ومصادر القرآن، أي من أين أخذ القرآن معلوماته، وأسباب النزول، القراءات المختلفة والمحذوفات والناسخ والمنسوخ والمعاني، الأخطاء والمشكلات اللغوية، والقراءتين السريانية والعبرية. أريكم داخل هذا الكتاب. على اليسار عندكم القرآن بالرسم السرياني، حمل صديقنا نضال رستم الذي نشكره، ثم القرآن بالرسم الكوفي، ثم بالرسم العثماني مع علامات التركيب الحديثة، ثم بالرسم الإملائي. وعلى اليمين عندكم الأرقام، ميم تعني أن الآية مكية، 70 رقم الصورة بالسلسل التاريخي، 16 بالسلسل العادي، 78 رقم الآية. هناك أكثر من 6,000 هامش في هذا الكتاب. والآن ننتقل إلى كتاب المرحومة نهى محمود سالم، لماذا خلعت النقاب؟ لأنه لا يوجد جبريل، والله لم يتكلم أبدا. أشارككم هذا الكتاب أولا لتحميل طبعة العربية للقرآن، عندكم هنا الرابط أكاديميا إيدي، وبعدين عندكم أرقام سهل نقلها.
أما فيما يخص كتاب المرحومة نهى محمود سالم فهذا هو رابط كتابها، هذا هو رابط كتابها، عنوانه لماذا خلعت النقاب؟ لأنه لا يوجد جبريل، والله لم يتكلم أبدا. أنا قمت بتجميع هذا الكتاب اعتمادا على مدونة لها، وقمت بتصليح الأخطاء الإملائية وتحقيق الآيات القرآنية. إذا نحن اليوم في الجزء الخامس، نكمل اليوم هذه القراءة، سوف نستمر في قراءة هذا الكتاب حتى نهايته تكريما لها. سوف نستمر في قراءة هذا الكتاب إلى نهايته تكريما لها. وصلنا إلى الفقرة المعنونة تشويه قتل المسلمين. هنا تتكلم عن الغزوات في عصر النبي. كتبت تقول: بعد انتصار قريش وانهزام محمد، انشغل المنتصرون بتشويه والتمثيل بقتل المسلمين، يقطعون الآذان والأنوف والفروج، أي الأعضاء الجنسية، ويتخذون منها خلاخيل وقلائد، وأخرجت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كبد حمزة عم محمد ومضغتها ثم لفظتها، وكان محمد يحب عمه حبا شديدا، ولو كان نبيا حقا ما استطاع أحد أن يؤذيه ويمضغ كبد عمه. هنا يتضح إلى أي حد حضر هؤلاء العرب البدائيين إلى أدنى مستوى حضاري وإنساني، حتى أنه كان متعارفا عليه في هذا المجتمع القاسي اللا إنساني أن المنتصر يشوه جثث القتلى من المهزومين، ووصل الأمر أن المنتصر يصنع أشياء للزينة من الأعضاء البشرية لقتل المهزوم، وحتى محمد كان يفعل نفس الشيء حين ينتصر، لولا أنه كف عن ذلك حين راجع نفسه. تقول الآية: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تحت عنوان آخر هجوم قام به الأعداء كتبت تقول: صعد أبو سفيان وخالد بن الوليد وهما من قوات جيش قريش الجبل الذي انهزم إليه محمد وأصحابه واحتموا به، فخاف محمد أن يصلوا إليه ويقتلوه، فقام عمر ومن معه حتى أهبطوهم من الجبل. وهذا يدل على مدى الهزيمة المنكرة التي لحقت محمد يوم أحد. وقد وصل الأمر أن قريش صعدت الجبل الذي احتمى به بعد الهزيمة، فأي هوان بعد ذلك؟ وصلى محمد مع أصحابه الظهر قعودا من أثر الجراح. كان محمد خائفا أن تذهب قريش إلى المدينة فتأسر النساء وتنهب الأموال وتأخذ الأبناء، ولكنه اطمأن حينما وجد قريش قد اتجهت صوب مكة. كما ترون أنا أحاول تصحيح الأخطاء
خلال قراءتي للنص. وفي هذا الموقف أثبتت قريش الشهامة ومراعاة القيم والأخلاق والقرابة حتى في الحروب، فامتنعت عن الإجهاز على محمد فامتنعت عن الإجهاز على محمد والقضاء عليه نهائيا، وتجنب الذهاب إلى المدينة لأسر النساء والأطفال وأخذ الأموال. ثم تحت عنوان محمد في موقف محرج كتبت المرحومة نهى محمود سالم: بعد انصراف المشركين إلى مكة وجد محمد نفسه في موقف محرج بعد الهزيمة، فماذا يقول لأصحابه؟ وبماذا تبرر لهم يبرر لهم ال بماذا يبرر لهم هذه الهزيمة المنكرة التي لحقت بهم وهم أتباع وأنصار النبي؟ فلم يجد مخرجا من هذا المأزق إلا أن يقول: أنا شهيد على هؤلاء الشهداء، ما من جريح يجرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة يدمي جرحه لون الدم، والريح ريح المسك. فكان أقصى ما استطاع تقديمه إلى القتلى في المعركة والوعد في الجنة الموهومة التي لا دليل علمي على وجودها. تحت عنوان حزن محمد على عمه حمزة بن عبد المطلب كتبت تقول: قال بن مسعود: ما رأينا رسول الله باكيا قط أشد من بكائه على حمزة، وضعه في القبلة وانتحب حتى شهق من البكاء. ومات يوم أحد خيرة الصحابة، وقتل من المسلمين يوم أحد 70، من الأنصار 65، ومن المهاجرين 4، ورجل من اليهود اسمه مخيرق قال فيه محمد: مخيرق خير اليهود. وتحت عنوان غزوة حمراء الأسد كتبت تقول: في صباح الغد من معركة أحد نادى محمد في الناس ليقاتلوا العدو. خرج المسلمون وهم مثخنون بالجراح، متألمون وضعفاء من أثر الجراح. كان المسلمون في حالة صحية متدهورة صبيحة معركة أحد، وكانوا متألمون من جراحاتهم من جراحاتهم، فكان من الحكمة أن يستريحوا لتلتئم جراحهم. ومن الناحية الطبية والعقلية فإن الجريح يحتاج الراحة لكي لا يتفاقم عليه جرحه وتعطيه الراحة الفرصة في الشفاء. فكان أمر محمد للمسلمين بالخروج صبيحة المعركة وهم في هذه الحالة الصحية البائسة أمرا غير عقلانيا وغير منطقيا على الإطلاق. ولكن عندما بلغ محمد أن أبي سفيان قال: قد أجمعنا القرى لنستأصله ونستأصل أصحابه، رجع محمد إلى المدينة دون أن يجرؤ على لقاء قريش أو قتالها. وهكذا رجع محمد بالجيش دون أن يجني أي فائدة من الخروج غير تدهور صحة الجرحى. فما الحكمة من خروج جيش مهزوم
في اليوم التالي مباشرة من الهزيمة وقبل أن يستعيد قوته وصحة جنوده. في غزوة حمراء الأسد، عندما مر ركب بمحمد، أرسله أبرس أبو سفيان يبلغ أن قريش قد جمعت لمحمد تقاتله وتستأصله. قال محمد آيات يرد بها على ذلك: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا يظهر أن الألم متساو بين المؤمنين والكافرين، رغم أن المفروض أن يؤيد الله المؤمنين وينصرهم، ولا يبقى للمؤمن ولا يبقي للمؤمنين غير الوعد المزعوم بالجنة. فعندما يكون الواقع أليما، لا يبقى غير الوعد بالغيب. ثم تحت عنوان محمد يعلق على غزوة أحد، كتب يقول كتبت تقول: قال محمد 60 آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول معركة أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وفي النهاية تعليقا على نتائج المعركة: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ساق محمد نفس الحجة الواهية غير العقلانية ولا مقنعة لتبرير الهزيمة وعدم نصر الله للمؤمنين الذي وعده لهم، وهو الابتلاء وتمييز المؤمنين الصادقين من غيرهم. وكان من الممكن أن يحدث هذا التمييز بطريق آخر غير الهوان والذل والهزيمة، ولا يبقي للمواساة غير الأجر والجنة. وكان من الممكن أن يخبر الله رسوله عن طريق الوحي أو الإلهام بالمنافقين وقليلي الإيمان دون الحاجة لهذه المأساة. وتقول آية أن الله لا يطلع محمد على الغيب. ولماذا أطلعه على الغيب في غلبة الروم وفي قصة الحجر؟ وكان الأولى أن يطلعهم على أنهم سينهزمون هزيمة منكرة فيتجنبوا خوض معركة خاسرة. وإذا كان محمد عنده القدرة على معرفة ما يدور بين شخصين في الخفاء كما في حادثة الحجر، كان أولى أن يعرف أنه سيهزم في أحد ويجنب نفسه وأصحابه المهانة. تحت عنوان أثر هزيمة أحد على مكانة المسلمين، كتبت تقول: كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين. المعذرة، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، وحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر. فقامت قبائل تسمى عادل وقارة بمكيدة، سببت في قتل 10 من أصحاب محمد. وفي نفس الشهر حدثت مأساة بئر معونة،
قتل فيها 70 من الصحابة، وحاولت قبيلة بنو النضير قتل محمد. ثم تحت عنوان سرية أبي سلمى كتبت: راح هذا الرجل ضحية لأوامر محمد. أبي سلمى، إذن أبو سلمى، راح هذا الرجل ضحية لأوامر محمد، فقد بعثه محمد ليغير على ديار قبيلة تسمى بني أسد بن خزيمة، وعاد وقد تفاقم عليه جرح كان قد أصابه يوم أحد، فلما عاد من السرية مات بالمدينة. ولم يذهب محمد بنفسه إلى هذا الحرب لأن جراحه لم تكن قد التأمت بعد، فبعث برجل جريح مكانه، فحافظ بذلك على حياته وضحى بحياة الرجل. ثم تحت عنوان بعث الرجيع كتبت: خدع قوم من قبائل عضل وقارة محمد وأوهموه بإسلامهم، فبعث معهم 10 من الصحابة يعلمونهم الدين ويقرؤونهم القرآن، فغدروا بهم وقتلوهم. ولو كان محمد نبيا لأخبره الوحي أن هؤلاء القوم غادرون، ولأنقذ حياة أصحابه من الغدر والقتل. ثم تحت عنوان مأساة بئر معونة كتبت تقول: في نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى شد وأفظع من الأولى، اسمها وقعة بئر معونة. فقد بعث محمد 70 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين وفضلائهم وسادتهم وقرائهم، فقاتلهم عامر بن الطفيل وقتلهم كلهم إلا واحدا. تألم محمد ألما شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق، ودعا على القبائل الغادرة 30 صباحا حتى قال: آيات نسخت، بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه. وهنا بعث محمد أصحابه إلى نجد وصدق من قال له أنه سيحميهم، وبذلك ألقى بأصحابه إلى الفخ. ولو كان نبيا لأوحى إليه الله ولحذره من هذا التصرف ولأنقذ أصحابه من القتل والغدر ولجنب أصحابه الهلاك. وليس عقلانيا أن القرآن ينزل على محمد ثم ينسخ، فهذا لا يتناسب مع كلام الله، لأن الله سبق علمه كل شيء، ولا يحتاج أن يقول الكلام ثم ينسخه ويغيره أو يلغيه. وهذا ينطبق على كلام محمد أكثر ويتناسب أكثر مع أن محمدا يعلق على أحداث حدثت بالفعل. تحت عنوان غزوة بني النضير كتبت: أخرج محمد قبيلة يهودية تسمى بني النضير من ديارهم، لأنه ذهب إليهم ليطلب منهم مالا يساعده في دية رجلين قتلا خطأ، فلم يعطوه المال الذي طلبه وهموا بقتله. واستولى محمد على سلاح بني النضير وأرضهم وديارهم أموالهم خالصة له، ولم يقسمها ويأخذ الخمس، لأن المسلمين لم يحاربوا في هذه الغزوة، وقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة واثنين من الأنصار لفقرهما ولأنهما دافعا عنه يوم أحد. ومن هنا يتضح أن محمد يستولي على الغنائم ويستأثر بها وحده ولا يعطي منها غير ما يرى هو يقاتل من أجل الغنائم والأسلاب.
وعلق محمد على هذه الغزوة في سورة الحشر التي تسمى أيضا سورة النضير، وفيها وصف محمد طرد اليهود وتصرفات المنافقين وبين أحكام الغنائم وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق في أرض اليهود وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى أصحابه بالتقوى. وأفعال وتصرفات محمد مع يهود المدينة وما قاله فيهم من آيات هي السبب في بث الكراهية بين المسلمين واليهود حتى يومنا هذا، وسبب الصراع الدائر في فلسطين، وإيحاء للناس أن يهود إسرائيل لا يختلفون عن يهود المدينة. والحل الوحيد لمشكلة فلسطين أن نعتبر هذه الآيات مجرد توثيق تاريخي لأحداث حدثت منذ 1500 سنة، ومن الغباء أن نفسد الحاضر بسبب الماضي، ومن الظلم أن نظل تحت التأثير السلبي لها إلى ما لا نهاية، وأن نرفض أن تؤثر جميع الأديان على مسيرة حضارتنا الإنسانية، وأن نرفض الكراهية والتمييز باسم العرق أو الدين، فلا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، وإنما هو إنسان وكفى. وفي هذه المعركة ارتكب محمد أخطاء كثيرة، منها أولاً حرق وقطع البساتين والأشجار، وهذا فساد في الأرض لا يليق بنبي. استحواذه على الغنيمة كلها لنفسه ولأصحابه وأقاربه المقربين. ثالثا روايته كل ما حدث في غزوة بني النضير في سورة الحشر مما كشف وأكد أن القرآن ما هو إلا رواية الأحداث قد وقعت بالفعل وتعليق عليها. ثم تحت غزوة الأحزاب الخندق كتبت تقول: حاصر الأحزاب أعداء محمد الذين بلغوا 10,000 مقاتل المدينة لمدة شهر، عانى فيها المسلمون الجوع والمشقة أشد المعاناة، ولم تظهر معجزات محمد في تكثير الطعام وغيرها من المعجزات في هذه المحنة، ولم ينقذ المسلمون من المعاناة حفر المسلمون بأيديهم خندقا شمال المدينة وأجهدهم الحفر أشد الجهد، وذلك بناء على نصيحة ومشورة سلمان الفارسي، أي أن محمد كان يحتاج لذكاء ونصيحة من حوله ممن هم من خارج العرب، فقد كان سلمان من فارس ولم تكن فكرة الخندق معروفة عند العرب، وكان أولى أن يوحي الله لمحمد بهذه الفكرة. غدرت قبيلة يهودية تسمى بنو قريظ بمحمد وألغت عهدها معه، فصار الجيش منكشفا من الخلف. كان وضع محمد محرجا للغاية، فالأحزاب تحاصره من الشمال، وبنو قريظة غدروا به من الجنوب، وصار موقفا صعبا جدا، فتغطى بثوبه حين أتاه نبأ غدر بني قريظة فنام ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء. وقد علق محمد على هذا الموقف وقال، نتذكر آيات: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والملاحظة أن محمد يستخدم نفس التعبيرات الدارجة التي كان يستعملها العرب في هذا الوقت في هذا المجتمع والبيئة، فقد كان العرب يعبرون عن الموقف الصعب الشديد بتعبير وبلغت القلوب الحناجر، مما يؤكد أن القرآن من أسلوب محمد. اقترح محمد على قادة المدينة وزعماء الأنصار والمهاجرين أن يصالح رئيسي غطفان القبيلة التي تريد اقتحام المدينة على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفوا بقومهما، فرفضا هذا العرض وقال لا نعطيهم إلا السيف. أنقذ محمد من هذا الموقف المحرج الحصار الذي طال شهرا كاملا أمرين: أولا، ذهب رجل أخفى إسلامه للوقيعة بين الأحزاب. ثانيا، هبت عاصفة قوية أزعجت الجيوش المحاصرة فانصرفت، وكان الحظ قد حالف محمدا في هذه المرة فانفك الحصار. والملاحظ في هذه الغزوة أنها اعتمدت كليا على أناس عاديين، فالذي أشار بحفر الخندق كان فارسيا، لأن هذه الحيلة كانت معروفة في فارس. والذي أوقع بين الأحزاب كان رجلا أسلم حديثا. كان محمد صبر الناس على ما هم فيه من بلاء وتعب وعناء وشقة من الحفر، وقد ربطوا على بطونهم الحجر من شدة الجوع، فيقول لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالتعويض المتاح الوحيد في هذا الموقف الصعب هو المجهول الذي يعدهم به ودخولهم الجنة، وهذا ترسيخ لما أوهم به الإسلام المسلمون من تضاءل قيمة الدنيا بجانب نعيم الآخرة، مما أدى إلى إهمال الدنيا وتأخر المسلمين. وانتهز محمد صدفة هبوب الريح وانصراف المحاصرين، فصرح أن الله هو الذي أرسل عليهم الريح ونصر المؤمنين. وإذا كان هذا صحيحاً، فلماذا لم يرسل الله الريح منذ شهر ووفر على المسلمين الحصار والمعاناة شهرا كاملا؟ ولماذا احتاج محمد لشخص ليساعده في الوقيعة بين أعدائه إذا كان الله قادر على هزيمته وحده؟ والحرب سجال، مرة منتصر ومرة أخرى مهزوم مثل أي حروب عادية. ثم تحت عنوان غزوة بني قريظة كتبت تقول: في اليوم الذي رجع فيه محمد إلى المدينة من غزوة الخندق، جاءه خاطر وندى أن يسير إلى قبيلة يهودية تسمى بني قريظة، وتخيل أن جبريل سيسير أمامه ويزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب. وتخيل محمد أن جبريل يسير في موكب من الملائكة، وكان يغتسل في بيت أم سلمة زوجته،
وكان أول شيء يفعله بعد رجوعه من الغزو هو الجماع. وأنا أقدر محمد كرجل كامل الرجولة، محب للحياة، ويستمتع بالعلاقة الزوجية ويعتبرها من أروع متع الحياة ومن وسائل السعادة القليلة التي تخفف شقاء ومعاناة الحياة. حاصر محمد والمسلمون حصون بني قريظة 25 ليلة. عانى خلالها المسلمون البرد القاسي والجوع الشديد، وهم في العراء مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الحرب من قبل بداية معركة الأحزاب. ثم تحت عنوان محمد يقتل الأسرى مأساة إنسانية، بعد أن استسلم يهود بني قريظة اعتقل محمد الرجال ووضعت القيود في أيديهم. تحت عنوان محمد يستشير سعد بن معاذ في بني قريظة، بن معاذ في بني قريظة، طلب محمد من سعد زعيم الأنصار أن يحكم في بني قريظة، وهل يقتلهم أم يعفو عنهم؟ قال سعد: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هنا؟ يقصد محمد. فقال محمد: نعم وعلي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسب الذرية وتقسم الأموال. فقال محمد فيهم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سموات. إني أتألم وأبكي على هذا الحكم القاسي غير الإنساني، ففي نظري لا يوجد أي سبب عقلاني لإزهاق النفس الإنسانية، وهي عندي أغلى وأقدس من أي دين أو عقيدة أو أمر إلهي. وهذا الموقف غريب جدا ويدعو إلى التساؤل والحيرة. فإذا كان الله قد حكم على بني قريظة بالقتل من فوق 7 سموات، فلماذا يستشير محمد السعد؟ والمفروض أن حكم الله ينزله على رسوله وليس على سعد. فلماذا استبدل الله محمد بسعد ليحكم بحكمه؟ وفي الواقع أن محمد كان مترددا ولا يستطيع أن يأخذ القرار الصحيح حينما توسطت الأوس عنده ليعفو عن بني قريظة. فاستشار سعد ليقرر بالنيابة عنه ويتخلى هو عن مسؤوليته اتخاذ القرار المأساوي، كما أنه كان يريد أن يعطي سعد مكانته كسيد وزعيم. وأنا أكاد أجزم أن محمدا الإنسان المحب للنساء والجنس والحياة وهو حساس المشاعر، رقيق ومرهف الحس، ولم يستطع أن يصدر الأمر بإزهاق أرواح 700 إنسان بصرف النظر عن عرقهم أو ديانتهم، وخصوصا أنهم أسرى وفي موقع ضعف. وهو الذي قال: ارحموا عزيز قوم ذل، أي أن الإنسان ذو المروءة والذي يعفو عند المقدرة وتمنعه مبادئه من التشفي والانتقام. وقتل الأسرى جريمة حرب شنعاء، ولو كان سعد في العصر الحالي لحوقم في محكمة دولية ولعومل معاملة مجرم حرب، ولأصبح مطلوبا من محكمة العدل الدولية. فهذا التصرف
ضد كل الأعراف الدولية والمواطيك الحربية. كيف يستطيع إنسان أن يقتل هذا العدد الكبير من البشر مهما كانوا أعداؤه؟ لقد أخطأ سعد خطأ بشعا بقتل كل هذا العدد من البشر. فأين قدسية النفس الإنسانية؟ وأين قدسية حياة البشر؟ وأين الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا؟ إن أي كتاب سماوي مقدس، معذرة، إن أي كتاب مقدس أو وحي أو ما شابه من أوهام يعتقد المخدوعون أنها أوامر إلهية يأمر إهدار حياة إنسان يكون بلا شك بشريا وليس إلهيا، لأن الله لا يأمر بإهدار حياة إنسان أبدا. ليس عقلانيا أن يخلق الله الحياة ثم يأمر باغتيالها وقتلها وإهدارها تحت أي مسمى. توسطت الأوس عند محمد لكي يعفو عنهم. كانت الأوس قبيلة عربية تعيش في المدينة منذ زمن طويل في جوار قبيلة بني قريظة اليهودية، وكان يربطهما الصداقة والجوار. ثم دخلت قبيلة الأوس الإسلام عند قدوم محمد المدينة، وأصبحوا يسمون الأنصار. وهذا يوضح أن الأوس حاولت إنقاذ أصدقائهم من المصير الأسود الذي سوف يلقونه على يد محمد، ولكن وساطتهم لم تنجح. وأمر محمد فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق جماعات جماعات وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم أي يقتلون، وكانوا 700 قتلوا جميعا. بعث محمد السبايا النساء والأطفال إلى نجد فاشترى بها خيلا وسلاحا، وباع محمد الأسرى من النساء تحت عنوان: بعث محمد السبايا النساء والأطفال إلى نجد فاشترى بها خيلا وسلاحا. باع محمد الأسرى من النساء والأطفال في السوق الرقيق وجعل منهم عبيدا بعد أن كانوا أحرارا. وهذا يوضح بجلاء أن الإسلام يقر العبودية ويشجع الرق، لأن محمد قدوة لجميع المسلمين. وفي هذا رد على من يدافع عن موقف الإسلام من الرق، ومن يدعي أن الإسلام يحارب الرق ويحث على تحرير الرقيق. وقال محمد في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب تعليقا على ما حدث تحت عنوان مقتل سلام بن أبي الحقيق أبو رافع. كتبت تقول: هذا ثاني اغتيال يقره محمد ويأمر به. كان هذا الرجل من أغنياء اليهود الذين عانوا الأحزاب ضد محمد، وكانت قبيلة من أنصار محمد تسمى الخزرج تريد فضيلة مثل فضيلة الأوس في قتل كعب بن الأشرف، فأذن محمد في قتله، فقتله جماعة من المسلمين وهو في بيته وسط عياله وهو داخل حصنه في خيبر. هذا مثل آخر من أمثلة الغدر والقتل غيلة وفي ظلال الليل في ظلام الليل في خسة ونذالة، وليس منازلة شريفة، ورجل لرجل وفارس لفارس. وصارت الفضيلة في عرف هؤلاء المتوحشين هي المنافسة،
في القتل والاغتيال والغدر. بعث محمد بعد ذلك سرية محمد بن سلمى، ثانيا غزوة بني لحيان، ثالثا سرية عكاشة بن محصن، رابعا سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة. طيب خامسا سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصعة. سادسا سرية زيد بن حارث إلى الحموم. سابعا سرية زيد بن حارث إلى الطرق. ثامنا سرية زيد بن حارث إلى وادي القرى وقتل 9 مسلمين وقتل 9 مسلمين وأفلت زيد. تاسعا سرية الخبط. وهذا يؤكد بوضوح أن حياة محمد وأصحابه كانت حروب متصلة يمارسون فيها القتل والتخريب والنهب والسلب والسبي والدمار، وكانت حياتهم تعتمد على الغزو والإغارة والهجوم، يكتسبون منها يتعيشون مثل شأن جميع العرب وقتئذ. ثم تحت عنوان غزوة بني المصطلق أغار محمد على قبيلة بني المصطلق، فسبى وأسر النساء والأطفال واستولى على الحيوانات، ولم يقتل من المسلمين ولم يقتل إذن من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه العدو. فأين نصر الله للمؤمنين من عباده الذي وعدهم به؟ وهل من نصر الله أن يجعل المسلمون مسلمين يقتلون بعضهم بعض عن طريق الخطأ؟ كما ترون أنا أصلح النص وأنا أقرأه لكم، أصلح النص وأنا أقرأه لكم. وكان من الأسرى أسيرة تسمى جويرية بنت الحارث بنت سيد بني المصطلق، وقد أعجب بها محمد حين جاءت تستنجد به من الأسرى، فتزوجها محمد. وهكذا كان محمد يغزو القبائل ثم يتزوج بنت رئيس القبيلة. كان محمد يكافئ نفسه بعد كل حرب وغزوة وانتصار بمزيد من المتعة الجنسية. وتحت عنوان عبد الله بن أبي سلول يلخص الموقف، كتبت تقول باللون الغامق كما هو أمامكم، أنا نقلت مقالاتها كما هي دون أي تغيير، يعني بعض التصحيحات اللغوية ولكن لم أغير الألوان. إذن كان عبد الله رجلا عقلانيا ذكيا من أصحاب محمد الذين سماهم المنافقين، لأنهم يقولون الحقيقة، وقد اضطر للدخول في الإسلام ومناصرة محمد تحت ضغط الظروف المحيطة. قال عبد الله يصف ما فعله محمد حين قدم المدينة واستقر بها، لقد فعلوها وقد نافرونا وقاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. أرسل محمد للغلام الذي أبلغه هذا الكلام وقال له الآيات، ثم قال له إن الله قد صدقك، حتى الأطفال قال فيهم محمد آيات يصدقهم. والملاحظ أن الآيات التي قالها محمد تعليقا على كلام عبد الله
استخدم فيها نفس الألفاظ استخدم فيها نفس الألفاظ التي نطق بها عبد الله: ليخرجن الأعز منها الأذل. ولو كانت هذه الآيات كلام الله لما احتاج للاستعانة وتكرار نفس كلام البشر. ثم تذكر حديث الأفق. هذه القصة دليل عقلاني مؤكد على عدم نبوة محمد، وأنه لا يتلقى أي وحي من الله. رجعت عائشة زوجة محمد من غزوة بني المصطلق راكبة بعير يسوقه الصحابي صفوان بن المعطل، ما أعرفش كيف يلفظ اسمه بالحقيقة، لأنه لا تكتب لنا الحركات، صفوان بن المعطل. فاتهم الناس عائشة وصفوان بممارسة الحب. قال محمد لعائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. فأنكرت عائشة التهمة. شاور محمد أصحابه في طلاقها، فأشار علي ابن عمه وزوج ابنته عليه بالطلاق، وأشار الآخرون بالإمساك. لقد صدق محمد أكاذيب وإشاعات المنافقين على زوجته التي يحبها، ولقد ظل لمدة شهر كامل وأكثر لا يعرف إن كانت زوجته بريئة أم لا، وترك الله نبيه ليتعذب بالشك والحيرة وقتا طويلا، حتى كاد محمد أن يطلق زوجته. ولما طال الموقف صار محمد في موقف حرج، لأنه نبي ومن المفروض أن يوحي الله إلى نبيه بالحقيقة. ولما مر أكثر من شهر ومحمد ما زال في شك وحيرة ولا يعلم الحقيقة، دخل محمد على عائشة وكلمها وتأكد من براءتها، فقال: آيات تؤكد أنها بريئة. وأنا أرجح أن محمدا انقطع عن جماع عائشة التي هي أحب نسائه إليه وأقربهم إلى قلبه ومشاعره ورغباته، وقد سبب هذا الانقطاع الشوق والرغبة الشديدة، وهي التي تسبب التسامح واللين والتغاضي عن الأخطاء في العلاقة الزوجية. وهذا هو السبب المباشر في قول محمد لآيات تؤكد براءة عائشة من تهمة ممارسة الحب مع هذا الصحابي. وهنا يستخدم محمد آيات القرآن في حل مشاكله الشخصية. وكان محمد يخاف أن يقول آيات البراءة من البداية وتكون التهمة حقيقية فينكشف أمره ويعرف الناس أنه ليس نبيا. ولو كان محمد نبيا وأوحى إليه الله بالبراءة، فلماذا تأخر أخبار الله محمدا ببراءة أخبار الله محمدا ببراءة زوجته طوال شهر ويزيد؟ ولماذا لم يخبره في نفس اللحظة التي حدث فيها الاتهام؟ وكان القرآن والآيات هي المخرج الوحيد والأكيد للمأزق الذي وقع في محمد. فلا أحد يستطيع أن يعترض على الآيات وكلام الله، والمدافعون يقولون إن هذا عزاء لكل زوجة شريفة تتهم في شرفها، ودرس لزوجها وعزاء له، ولكي ينزل حكم قذف المحصنات المتزوجات الشريفات العفيفات الغافلات عما يقال عن سيرتهن. وهذا سبب واهي جدا لكي يمر محمد بهذا الموقف المهين. كان يمكن أن يحدث لأي أحد غير محمد، لكي يكون الرسول في مكان بعيد عن الشبهات والإهانة. وكان يمكن أن ينزل الله هذا الحكم مستقلا عن أي حدث،
وهو قادر على كل شيء، ولكي ينفي شبهة أن محمد يقول الحكم لصالح زوجته. وعندما تتهم زوجة محمد بالزنا ويتكلم الناس في شرف محمد، فإن هذا الموقف لا يليق بنبي، كما أنه لا يليق أن يظل محمد معذبا بالشك في زوجته شهرا كاملا وهي تعاني من هجرة زوجها لها وعدم سؤاله عليها وتدليله لها في مرضها. وقالت والدة عائشة لعائشة حين قال محمد ببراءتها: قومي إلى زوجك فاشكريه. قالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وهي حزينة أن زوجها شك في حبها وإخلاصها له، وهما العاشقان المتيمان ببعضهما، وهذا أسلوب حديث لا يليق أن تخاطب به أسلوب لا يليق أن تخاطب به نبي. وبلا شك أنه مما ساهم في هذا الشك وفي تصديق محمد للشائعات المغرضة عن حبيبته فارق السن الكبير بين محمد وبين عائشة، والبالغ 42 عاما، وربما كان صفوان وسيما وشابا ومقاربا لها في النفس في السن، المعذرة. وهذه القصة تؤكد أن محمد وزوجته وصاحبه مروا بمواقف تحدث دائما في الحياة، ولا تختلف عن قصص الحياة العادية والثلاثي المشهور جدا: الزوجة والعشيق. والآن تحت عنوان زواج محمد من زينب بنت جحش، قال الناس أن محمدا رأى زينب، قال الناس أن محمد رأى زينب فجأة حين طار الستر، فتأثر بحسنها فشغفه حبا وعلقت بقلبه، وقال: سبحان مقلب القلوب. وعلم بذلك ابنه بالتبني زيد، فطلق زوجه ليتزوجها محمد. وتزوج محمد زينب بعد أن طلقها زيد بعد غزو وتزوج محمد زيد بعد أن طلقها زيد بعد غزوة الأحزاب. وخاف محمد أن يقول الناس تزوج زوجة ابنه، ولكي يخرج محمد من هذه المشكلة قال قرآنا ليحل به مشكلته الزوجية. وهذا يؤكد أن محمد يستخدم القرآن والآيات ليحصل على المرأة التي أحبها. فقد اشتهى زينب وأراد أن يشبع شهوته مهما كانت العقبات، وهذا يدل على أن محمدا يحب أن يمارس الحب مع المرأة التي تعجبه، لأنه عاشق للنساء الجميلات. وقال محمد آيات تحلل الزواج من زوجة الابن بالتبني بعد أن يقضي هذا الابن منها شهوته. آية تقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فقد ندم محمد بعد أن زوج زينب لزيد، وكان زيد يشتكي لمحمد أن زينب تتعالى عليه لأنه أقل منها منزلا. كان محمد يقول له: امسك عليك، المعذرة، هنا يجب أن أغير النص، عليك زوجك واتق الله ويخفي في نفسي ما الله مبديه. وأراد محمد أن يتزوج زينب،
وكانت تقاليد المجتمع في ذلك الوقت تمنع الأب أن يتزوج زوجة ابنه. فقال محمد آيات لحل هذه المشكلة، فتبرأ من أبوته لزيد: ما كان محمد أبا أحد منكم. وحلل زواج زوجة الابن من التبني حين يجامعها الابن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا. الآية ليست أمامي كاملة، يجب أن أتحقق من الآية. مشكلة حقيقة، في هناك كثير من الآيات والنصوص التي ما زالت تتطلب التحقيق. ولما كان محمد قد حرم التبني وبالتالي قضى على الأدعية، فبذلك تكون هذه الآية لحل مشكلة محمد ومن في عصره وفي نفس حالته فقط، وليس لها أي تطبيق الآن. وإذا كان الإسلام قد حرم التبني، فإنه لن يكون هناك أبناء بالتبني ولا استخدام لهذا الحكم بعد ذلك. وهذا الحكم قيل خصيصاً لحالة محمد وليس له تطبيق بعد ذلك. وهذا يؤكد احتواء القرآن على آيات لا تصلح للعصر الحالي، ويؤكد أن بالقرآن أحكام لا تصلح لهذا الزمن. وهذا يرد على من يقول أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان، وهذا مناف للإعجاز. وقد استخدم محمد الآيات لكي لا يعترض عليه أحد، فهو يقول كلام الله الذي لا يستطيع أحد أن يناقشه. فمن يستطيع أن يعترض أو ينتقد حكم الله؟ أتوقف هنا عند هذه النقطة، سأرجع لكم في حلقة الغد لنكمل قراءة كتاب المرحومة نهى محمود سالم. أعطيكم الآن رابط هذه الحلقة لمن يريد منكم التدخل. سيكون التدخل قصيرا حتى لا تطول الحلقة. إذن تدخلوا، هذا هو رابط الحلقة. أشكر جميع المتواجدين على الشات، اتفقت أو اختلفت معهم. علقوا كما تشاءوا، واكتبوا بعد ذلك تحت هذا التسجيل ما تريدون من أسئلة وتعليقات. من يريد منكم التدخل فليتدخل. فقط ملاحظة عابرة. أخي محمد أحمد يقول: جمعكم الله مع الدكتورة في دار القرار. لا أحد يطلب من أحد الترحم على المرحومة نهى محمود سالم، فهذا شأن اعتقادي. إذا أنت لا تريد فهذا شأنك، لكن ليس من اللائق أن تتشفى بموت امرأة لمجرد أنك تختلف معها في الدين أو في الرأي، إلا إذا أردت أن يكرر الناس الأمور وراءك كالببغاوات. أشكر أخي صالح فخر الدين على تواجده. الكلام لك أخي الفاضل. مساء الخير أستاذ سامي. مساء الخير لجميع المتابعين، وأنا شايف الأخ حميد أيضا في الاستوديو. نعم، شكرا.
الصراحة يعني كما يظهر من ما كتبته السيدة نهى المرحومة، أن فعلا كان محمد يؤرخ الأشياء، يؤرخ الأحداث، وكان ينظر إلى القرآن كمصدر يعني دستور أكثر مما هو قرآن يعني منزل، هو دستور يستعمله من أجل، حتى قالت له هذا الكلام عائشة، قالت له أنه أنت كنت تعمل الآيات بما يتناسب مع وضعك وحالتك، وهذا شيء معروف يعني. وصراحة عندما تعلمنا في المدرسة السيرة النبوية، تأثرت أنا شخصيا، تأثرت في طفولة محمد، كيف شرحوا لنا وكيف حكوا لنا وكيف السيرة، والآن أيضا كيف كتبت الأخت نهى، السيدة نهى، أيضا تأثرت، ولكن أسباب تأثري هناك كان إنه أنا كنت يعني شفقت على محمد، وشفت الطفل اليتيم اللي عاش في الصحراء، واللي يعني كانت سيري كثير مؤثرة، وكيف العنكبوت هاي ختمت المغارة من شان أعدائه ما يكتشفوهاش، وكلها قصص هاي يعني هون أنا ما شفتهاش موجودة بكتب محققة. والآن أنا أشوف كيف محمد تصرف من كتاب السيدة نهى، أنه كانت تصرفاته لا إنسانية، وكان في اغتيالات، وكان في سبي، وكان في قتل، وفي غزو وسرقة، وكل الأشياء هاي كانت موجودة واستعملها. ف يعني ها يعني ما كتبته نهى ينفي أنه جاء للإصلاح أو جاء لتحسين المجتمع. أنا صراحة معجب بثقافتها، ومعجب بكيف جمعت هذه المادة وحققتها، ويعني من وين جابت هذه المادة. وأعتقد أن هذا الكتاب نشره مهم جداً للشباب، للأجيال الجديدة، فسيكون له تأثير وتغيير في مساره في مفاهيم الناس، هذا حسب رأيي. ونعطي الفرصة لبقية المشاهدين. شكرا. شكرا أخي صالح، فعلا هي تلقي ضوء جديد على السيرة النبوية، غير تلك التي تعلم في المدارس. ومن هنا جاء تغيير اتجاه تفكيرها الديني، يعني وأنا أقرأ أقول يعني معقول هذا الكلام يصدر عن سيدة كانت سلفية ومنقبة؟ ما هذا التحول 180 درجة؟ معقول هيك يعني؟ يعني أكيد إنها فكرت في الموضوع قبل ما أنها تنتقل من فكر سلفي كمنقبة، سلفية منقبة، إلى سيدة ناقدة. هذا تحول غريب، غريب جدا يعني. لكن مهم إحنا نعرف ليه؟ وهل يمكن لأي مسلم في مصر أن يعيد الحكم على السيرة النبوية وعلى القرآن وعلى الإسلام كما فعلته المرحومة نهى؟ وربما هذا سبب يعني تشفي بعض المسلمين، لا أقول كلهم، بعد موتها، حتى من دون ما نعرف بالتمام كيف حدث هذا الموت. هم مبسوطين إنها ماتت، يعني مهما كان الأسلوب الذي قتلت فيه. أنا لا أستطيع أن أحكم قبل أن أرى التقارير الرسمية، لكن إن صدقت ما صدر بالأخبار
فأمر يعني محزن جدا ومؤلم جدا أن يتصرف بعض الناس. لا أتهم كل المسلمين أبدا أبدا، هذا ليس عدل، فهمت علي؟ لكن أن يتشفى هذا العدد الهائل بعد موتها، هذا أمر مقلق مقلق. معناته هؤلاء الناس ديانتهم يعني مثل قشة، أول الريح وبتطير وبتطير، فهم خايفين على روحهم، خايفين على معتقدهم، خايفين. حتى أخونا محمد الناجي لما راح عند على قناة هذا الشجرة المثمرة قالوا له أنت خليك عندنا ما تروحش على قناة سامي. إحنا لحد الآن ما أكلنا أخونا محمد ناجي، ولا يعني حاولنا نحوله للمسيحية أو ما أعرفش أي دين آخر أو نجعله ملحد، لكن هم خايفين لا يحبوا النقاش. أخي حميد بن حمو الكلام لك، تفضل. ممكن نضيف شيء قبل الأخ حميد؟ تفضل أخي صالح. وحدي بس أنا، وبعتذر من الأخ حميد. أنا أقول يصلح عنوان لهذا الكتاب آخر غير العنوان المكتوب، وهو السيرة النبوية من وجهة نظر مسلمة كانت سلفية واكتشفت الحقيقة. نعم أنا نعم. هيك كنت بعطي عنوان. نعم. ولو كان هذا الكتاب يتلخص بشوي يعني بيتصغر وبيكون في متناول يد الناس اللي بيحبوا يعرفوا أكثر. نعم وشكرا. نعم كلامك كمان معقول. هي في الواقع يعني أنا كمان فكرت لماذا هي أعطت هذا العنوان لكتابها، لماذا هي أعطت هذا العنوان لكتابها؟ لأن حقيقة رفضت من عائلتها، قطعت العلاقات مع عائلتها بسبب خلعها النقاب، فهذا أثر عليها، فأرادت أن تبرر. أعطت العنوان لأنه لا يوجد جبريل والله لم يتكلم أبداً، يعني ما علاقة جبريل بالنقاب تاعها، وما علاقة إنه الله يتكلم أو لا. يعني هذا عنوان فعلا غريب عجيب، وربما العنوان اللي أنت اقترحته يكون أكثر مناسبا، لكن احنا ما نقدرش نغير العنوان، هي اللي اختارت هذا العنوان، لكن إلو أكيد مغزاه. هذا النقاب فعلا هو سبب إحساسها بالتعاسة اللي كانت تعيشه تحت النقاب. إحنا سنرجع إلى هناك فصل كامل عن سيرتها ولما كانت تحت النقاب، في هناك فصل كامل عن هذا موضوع، عن موضوع النقاب. و يعني هذا هو شيء يلفت النظر بهذا العنوان. على كل نعطي الكلام لأخي حميد بن حمو، تفضل. شكرا دكتور سامي، تحية طيبة لك ولأخي صالح، وأظن معنا الأخت ابتسام، تحية ومشموم ورد لها، ولجميع الأصدقاء الموجودين في الشات، راستاكوس، نونسانس، جلنار الجميلة، والأخت يعني اللطيفة، والجميع جميع اسمحوا لي لا يمكنني أن أذكر الجميع. لكن للرجع إلى الموضوع، لما يعجبني في هذا الكتاب هو خفة دمه، فهو يعني لا يتشعب في منطق فيلسوفي أو
ويجبد كل معلوماته من داخل النص، والحقيقة تزعج الناس. أنا لا أفهم لماذا يزعجون من الحقيقة، لأن إذا يعني سمعوها جيدا ربما ترتب أوراقهم لعلاجهم النفسي. رأيت تعليقا يسب في نبوتك، يعني وهو يكتب على اسمه دكتور. يا أخي بالله عليك، هل تعرف الدعابة ولا تعرف الضحك ولا تعرف يعني النقد الكوميدي الذي يمكن أن يوصل لك فكرة بدون أن يطعن فيك، وأنت تطعن في ذلك النقد كأنه يعني كلام أتي من السماء؟ يعني كفاية بؤس، كفاية يأس بداخلكم حتى تستطيعوا الضحك، ويعني حتى الله لا يحاسبكم في لغوكم، فكيف أنتم تحاسبون الناس في لغوهم؟ وكيف يعني كل ما إنسان طلق من عقله وفكر بما جاءت به كتبكم وحديثكم وسنتكم إلى آخره، مع العلم أن إذا رأينا سوف نجد أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم في القرآن، ولم يقل انتظروا السنة حتى يكمل دينكم، فهو قالها في القرآن. يعني لا تحتاجوا أن تذهبوا إلى البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم التي هي مجرد أحاديث ربما إسرائيلية ربما جاءت لتضرب في عمق دينكم إلى آخره، فلم تفهموا ذلك لأنكم يعني عقلكم موجه توجيها لا ينظر لا إلى الشمال ولا الجنوب ولا إلى الجنوب ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، كالحصان الذي يجري نعمل له تلك الأشياء على أعينه حتى يرى للأمام فقط. فأحيانا يجب أن نصبح إنسانا، والإنسان له يعني غرائز كثيرة منها الحزن والضحك والكوميديا، حتى يمكنه أن يعيش بالسلام ويتوافق مع نفسه ومع مشاكله، فكل الناس لها مشاكل، إلا أن هناك من يتحرر منها من خلال يعني تصفية تلك المشاكل بالنوع من الدعابة والاعتراف بأشياء. فحين لا تفكر بعقلك لا يمكنك أن تعترف بخطأ فعلته، أنت فعلت خطأ وتنكر، يعني هل ستكون جيدا؟ لا. لكن إذا اعترفت بخطأك فلا خطأ لك، أنت يعني تعديت هذا الخطأ ويعني شافيت مشاكلك النفسية وأصبحت إنسانا ممكن أن تعاشر الجميع بالسلم والسلام وبدون حرب وبدون بغض، لأن البغض الذي يعني رباه فيك ذلك النص الذي جعلك لا تحب المشرك ولا تحب الملحد ولا تحب المسيحي ولا تحب اليهودي
ولا تحب الهندوسي ولا إلى آخره، هذا يعذبك أكثر مما يعطيك حرية للعيش بفرحة وابتهاج. فكن يا صديقي المسلم قد يعني المسؤولية التي أعطاها لك إلهك، وهو لا يحاسبك في لهوك لكن يحاسبك على البغض الذي تحمله في قلبك وفي عقلك للناس. شكرا لك. شكرا أخي حميد، شكرا أخي حميد. حقيقة في ناس يعني ينقصهم روح الدعابة، تنقصهم روح الدعابة. أخي أختي ابتسام الكلام لك، تفضلي. صباح الخير ومساء الخير نبي الحب. هو نبي سامي، نبي سامي، نبي سامي، عفوا. شو القصة هاي؟ أنا قلت هاي نقلة سريعة. يعني عليك أنا، يعني عليك. صباح الخير صالح والأستاذ السيد الأخ الكريم حامد حميدو، حميد بن حمو، حميد بن. أنا آسي بالأسماء تعيسي جدا، عن جد أنا أعتذر. معليش. مرحبا. أنا... مرحبا أختي ابتسام، أهلا فيك. أخ صالح، أنا بس بدي أعقب على عنوان الكتاب. أنا برأيي كامرأة العنوان مثير للقراءة، وللمرأة تقرأه أكثر من أنه يكون السيري النبوي أو مثل أنت ما ذكرت، لأنه هناك قنوات أنا ما في إلاك بالعشرات، بالمئات تتكلم عن السيرة النبوية بكل تفاصيلها وكل زواياها تناقشها. لذلك هي القناة اللي نحن عنا ياهن، أهلا وسهلا فيهم، عايشين بحالة من الاتقاد، الحقد أو الخوف، عرفت كيف؟ والنقاب والحجاب هو حديث الساعة من عدة سنوات تعاني منه المرأة، وبسببه نصف المجتمع أو ثلاث أرباع الحقيقة مشلول عنا بمناطقنا وبوطننا. ما بدي أقول العربي، لا يعنيني كعربي أبدا، بهاي البلدان المتعوسي يعني. والمخيف جدا أنه المرأة بهاي البلدان تعودت على دور ملكة اليمين، تعودت أن تكون تباع وتشترى، هكذا التجارة تباع وتشترى. نبي سامي، بدي أقول لك معلومة يمكن أنت، أنا بدي أكون أول وحدة خبرك ياها. بالصدفة كنت عم أتفرج على دوكيومنتري، فيلم وثائقي لبيع التوابل في الهند، وكيف بيجتمعوا بمكان واحد. مثلا اللي بيبيع القرفي، كلنا بنعرف شو القرفي. القرفي بتلاقي لها مثلا جهة قاعدين فيها البياعين، ناعمي، خشني، عيدان، شقف، ومن كل ومن مناطق مختلفة من الهند، عرفت كيف؟ فالبياعين بيلزق بعضهم تماما، يعني بين البياع والبياع فيك بتقول كرسي، يعني مستحيل. يعني أنا مثلا بدي أقول له قديش السعر للبياع اللي قاعد جنبي، البياع اللي قاعد جنبي بده يسمع السعر يعني أنا قلت له يا، عرفت كيف؟ أي فشو اخترعوا شغلي بالبائع والمشتري، بيحطوا ايدهم بايدين بعض وبيغطوا ايدهم بمحرمي. اي نفس الشيء نحن لما بيجي اهل البنت يطلبوا اهل الولاد يطلبوا اهل البنت، لما بيوافقوا شو بيعملوا؟ بيقروا الفاتحه وبيغطوا ايدهم بهي المحرمي. هن ما بيعرفوا شو اساسا لا 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 هالقصه هي. أنا صدمت الحقيقة، لكن فرحت إنه أنا اكتشفت شغلي. نحن من مارسة منبيع ومنشتري،
ومنسميها مهر ومنسميها شو بعرفني، بدنا نسميها يا. فلما هني متفقين عندهم بايدهم بيعملوا حركات تحت المحرمي، يعني مثلا قديش هذا القرفي لقيه مثلا بيسالوا باصبعته بيحكي له تحت المحرمي، بحيث البائع اللي جنبه ما بيعرف شو السعر يلي طلبه من المشتري. نعم هذا جديد علي، جديد علي يعني فعلا. لا شفتي؟ لازم تدفع لي عليها. اخلص بدفع لك، يعطيني حسابك بالبنك، ولا تحب اعطيك خلاص. حسابي ولا تحب اعطيك حسابي. هاي المعلومه يعني انه الناس لازم تفهم. تعرف انه انت تباعي وتشتري مثلك مثل اي شيء اخر، فلا تكوني كثير سعيده انه والله كتب لي فلان ذهب وكتب لي ما بعرف شو هالقصص كلها. نجي لعند الاخ حامد بن حمو على مساله الفرح. فعلا انا بنظر حوالينا بالمنطقه اللي عايشين فيها ما حبتسمع موسيقى من بيت انسان على فكره، الا الجامع او هذا الصلاه، مستحيل. نحن بيتنا وفي بيتين ثلاثه مثلنا بيحطوا موسيقى ومبسوطين، وحتى عم نتخانق او عندنا مشاكل بتلاقي نحن نفرح ننسى. لكن هدول العالم يلي وجوههم مكفهره وقاعدين بالبيت عم يسمعوا اولادهم هي الصلوات 24 ساعه، شو تتخيل يطلع منهم؟ هدول يلي نحن عم نشوفهم على القناه المثمره، ما بعرف شجر المثمره، يعني فعلا شيء مخيف ومرعب. انك يعني ما بعرف انا اليوتيوب او الفيسبوك كيف يسمح لهذه القنوات بالبقاء على الهواء، يهددون العالم بالقتل بالتدمير. ما بعرف اذا قالوا يعني هني لا يعني ما بي يعني نعملوه بالتلاميسي، ما بعرف شو الفرق اللي نعمل بالست نهى. فقط دكتورة نهى المرحومة كانت شوف قديش جبناء ما قتلوها بمصر، لأنه هني بيعرفوا بمصر يمكن لو قتلوها بمصر بدأت تقوم الدنيا ولن تقعد، لكن هني من جبنهم وندالتهم استفردوا فيها لوحدة، رغم انه هي كانت مقتوله بقلب بلدها، لكن هني ما اكتفوا بهذا الشيء، بدهم ينهوها. لانه لما انت بتحكي على الحجاب والنقاب انت معناتها كبست على الزر الغلط بالنسبه لمجتمعاتنا. هني بالحجاب والنقاب عم يخلوا المراه العبد إلهم، والمجتمع لورا، والغرب عم يتسيطر علينا والرجل عم يسيطر على المراه لانه الرجل هو مسيطر عليه. فالنقاب والحجاب هو مش مسألة دينية، هي مسألة سياسية. بعد ما تتخيل هلأ شوف مثلا بأمريكا وبكندا في كتير إكس مسلم قنوات، شو بيعملوا لما بيعملوا الإكس مسلم ندوي أو بيروحوا بمحاضرات، بيبعتوا لهم مثل أنواع هدول اللي عنا على الشات، يروحوا ينزعوا لهم هاي، وما بيجيبوا لهم سيكيورتي جارد مثلا يحموهم، بيتركهم يبزقوا عليهم يضربوهم يسمعوهم كلام ما بيسوى، فبيضطروا ما عاد يطلعوا. يعني انت شوف هذا الدين او العقيده او المبدا او الفكره يلي انا بدي دافع عليا بهي البذاءه بهذا العنف، الى متى العالم سيسكت عليا؟ يعني هلأ نحن زعلانين بصعود اليمين المتطرف، أنا ما بعرف ليش سموه متطرف. طب هذا اللي أنا عم شوفه القتل وقلع الأظافر وحلق شعر، هذا شو اسمه؟ يعني لماذا نكيد بمكيالين؟ ليش يعني لما بالغرب أنت عم تشوف كل تقاليدك وعاداتك تمحى،
طب الغرب بده يدافع عن حاله، غرب متطرف، غرب متعصب، يمين ما بعرف شو. المفروض المرأة عندنا العايشة بهي المناطق تقوم بهي الثورة، مش الغرب. ناطرة نبي سامي، أنا بقول لك شغلي، الدكتورة نهى محمود سالم أشرف الخلق على الكرة الأرضية. تعرف ليش؟ لأنه هي رفضت تعيش بوجهين، مثل يعني شو بدي أقول لك، 90% من نساء العرب كان بالغرب ولا بالشرق، عايشين وجهين. الوجه الأول تعمل كما تشاء، خيانات زوجية، لبس اللي بدك يعني. الوجه الثاني أنا منقبي قدام العالم أحمي نفسي، محجبي أحمي نفسي، متزوجي أحمي نفسي، وبعمل أنا في منهم أمثلة لا تعد ولا تحصى. لذلك هنك ما بيهمهم هذا الحكي، بيهمهم ما حد يطلع ويحكي مثل ما حكت الدكتورة المرحومة نهى محمود سالم بهي الجرأة وبهي القوة، مع أنه هي كانت بمنتهى الأدب والاحترام، ولا مرة قالت كلمة غلط. لذلك هني ما عرفاني كيف يتعاملون مع امرأة مؤدبة مؤدبة، ولكن ترفض العقلية اللي الكذب والنفاق اللي هني بدهم اياها تعيش فيه. أختي اعمل اللي بدك يا أنت، بس خدك متحجبة ومنقبة، ما في داعي تحكي. نحن بنسمعها كثير من رفقاتي هون يلي عايشين بالغرب، يعني خلص أخي شو بدنا نحن، المهم جوزنا ما بيشر يضربنا، المهم زوجنا ما بيشر يعمل شيء. بس يا تافهة أنت، طب في نساء أخريات عايشين، أمي دافع عنهم، أمي احكي شيء، عملي منظمي. الهنديات عاملين منظمات، الأفغانيات إلا العربيات، هن الوحيدات المستمتعات بدور لعب ملكة اليمين، لأنه بتخاف لو عنست لازم تتزوج واحد متزوج ما بيهمها، حتى لو كانت بالغرب. وأنا بعرف وحدة متزوجة جابت أولاد من واحد متزوج تنتين، أنت ما بيهمني أنا. فهي كيف بدها تدافع عن مثلا عدم تعدد الزيجات؟ وبتمنى للشباب يعني المتحمسين للقتل وتقليع الأظافر وللحياة بعد الموت، يعني ما بعرف شو بدي قلهم. شكرا لهم لأدبهم السافر يعني، والشفقة اللي عايشين فيها. يمكن المناطق بمصر الفقيرة بيقدروا يعني يستفيدوا منكم أكثر. وشكرا لك نبي سامي. شكرا أختي ابتسام على مداخلتك، شكرا. أنا لن أطيل عليكم إذا ما في حد آخر حاب يتدخل. على كل، أنا تركت كل التعليقات على الشات، اتفقت أو اختلفت معها، وأدعو الجميع أن يأتوا إلى قناتنا، نحن نرحب بالجميع. أوكي، أنا أتمنى لكم جميعا وقتا سعيدا ودمتم على خير. نلتقي غدا لنكمل قراءة الكتاب.